في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل مع الوزراء لمتابعة الملفات واستعراض خطط الوزراء في عملهم المرحلة المقبلة، التقى إسماعيل كل من يحيى راشد وزير السياحة وشريف فتحي وزير الطيران المدني، وتناول اللقاء أبرز الملفات المطروحة في خطط عمل كل وزارة وخطة تأمين المطارات تمهيدا لعودة السياحة الروسية، بالإضافة إلى جذب مزيد من الاستثمارات في مجالي السياحة والطيران. من جهة أخرى، التقى إسماعيل إحدى شركات الطاقة الصينية لبحث التعاون المشترك في مجال الطاقة والبترول، وذلك بحضور وزير البترول المهندس طارق الملا.